مرحبا بكم متابعينا الأعزاء. قيل ذات مرة بروسلي هو الأسطورة التي لن تتكرر في الفنون القتالية. عندما تراه يقفز في الهواء ويضرب شخصين في وقت واحد، كانت لديه القدرة على فعل ذلك في الحقيقة بالفعل وليس في الأفلام فقط. هل هذا الكلام صحيح أم مجرد دعاء فارغ؟ متابعي جوابك الكرام، أهلا بكم. في هذه الحلقة سوف نقدم لكم النزال الوحيد لبروسلي. فعلى الرغم من رفض بروس خوض أي نزالات حقيقية لأنه كان يركز على تعليم الطلاب تقنيات الدفاع عن النفس وأيضا كان منشغلا بالأفلام، ولكن هناك نزال وحيد خاضه التنين بروس. هل أنت مستعد لمشاهدته؟ هيا بنا. يبدأ النزال ويحاول خصم بروس أن يسدد له ركلة، ولكن استطاع بروس أن يدافع عن نفسه ويقوم بركل خصمه. يبدأ بروس بالتركيز على نقاط ضعف خصمه وينجح بتسديد لكمتين قويتين. يحاول خصمه تصحيح الموقف ليسحقه بروس، فقام بتسديد لكمتين إلى وجهه وقام بإسقاطه أرضاً وتوقف عن ضربه مجدداً في إشارة منه على أنه الفائز، ثم يسمح لخصمه بالمحاولة مرة أخرى. يحاول خصمه الهجوم بهدوء بينما يركز بروس، وبفضل سرعته الخارقة وجه لخصمه لكمة قوية مرة أخرى. قرر بروس أن ينهي النزال فوجه لخصمه لكمة صاروخية جعلته يفقد توازنه رغم ارتدائه واقيا للرأس. يدرك خصمه بأنه يستحيل أن ينتصر على بروس، فيقرر أن يستسلم وينهي النزال. وعندما تم سؤال بروس عن سر قوته قال: Your mind be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. اترك لنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو وأن تشترك في القناة حتى يصلك كل ما هو قادم. شكرا لكم وإلى اللقاء.